غرفة الحوار الإسلامي المسيحي عبر البالتوك مسلم كريستيان دايلوك تقدم. الو الو، مساء الخير. مساء النور. سعادة الأب أوجو. لا، مين معايا؟ ربي يباركك. أنا اسمي وسام عبد الله، بكلم من أمريكا حضرتك. وسام عبد الله من أمريكا؟ أيوه، أهلا وسهلا. سعادتك الأب أوجو. ابو الهوجو زي كده نكون معك. اوكي، ربي يباركك. بابا ايه؟ تليفون من امريكا يا ابونا. تليفون من امريكا. الو الو، مساء الخير. الو، بس النور. سعادة الاب الفاضل اوجو. الو، اهلا وسهلا. ربي يباركك ويبارك تحت محبتك. هللويا، بريز ذا لورد. مع سعادتك الاستاذ وسام عبد الله من امريكا يا فندم. صوتك مش واضح. بقول لسعادتك مع الاستاذ وسام عبد الله من امريكا. وسام عبد الله، اهلين. اهلين، اهلا بيك يا فندم، متشكرين. يعني حضرتك علم من اعلام الكنيسه في الاردن اللاتين، وكانت فرصه طيبه. يعني الكتاب المقدس بيقول كونوا دائما مستعدين لان تردوا على من يطلب منكم دليل ما انتم عليه من رجاء. الرساله الاولى بطرس 3:15. حضرتك يا فندم، انا عندي سؤال بسيط. يعني هل بولس هو المؤسس الحقيقي؟ صوتك مش. الو، ايوه اتفضل. سامعك انا، اتفضل. بقول لسعادتك، هل بولس صوتك مش واضح. ما عارف انت عندك السبيكر. طيب، او برنامج كمبيوتر في مجال تفكير بطريقه ثانيه. صوتك مش واضح. طيب، اديني دقيقه واحده هتصل بيك ثاني. حاضر، ثواني. شكله عاوز يفلسف. نجرب، مش مشكله، لان اللي اداله المي اللي اداله التليفون سامعني بكل وضوح. كرف اعرف، لان انا بتصل بالكنيسه كلها في الاردن، فهم عارفين. هو ده اللي عرفته عن نفسي. الو، مساء الخير يا فندم. مساء الخير. ابونا موجود؟ كنت لسه بتكلم على انا. ابونا هو بيحكي لك معاك. انا ابونا يوسف. انا كمان حضرتك ابونا يوسف. مش فاهم. حضرتك ابونا يوسف. اهلا وسهلا بيك. هو مش فاهم. طيب هو حضرتك، اولا اهلا وسهلا بيك. مع سعادتك الاستاذ وسام عبد الله من امريكا. الاول يعني اهلا بيك. ناخد بركه بس. اسم حضرتك ايه عشان ناخد بركه بس لو تكرمت؟ انا اسمي ابونا يوسف عطا فرانسيس من مصر. يوسف عطا فرانسيس من مصر. اهلا اهلا وسهلا. أيوه. اهلا بيك. سعادتك بقى برضه لاتين ولا ارثوذكسي؟ انا لاتين. ممتاز. انا اول مره اعرف في مصريين لاتين. ده حاجه. في النسبه تقريبا كام في مصر حضرتك يا ابونا؟ نعم، النسبه تقريبا كام في مصر نسبه اللاتين الكاثوليك؟ مش كتير. لا، في اسكندريه تجي 40,000. هم بس مجموعه اسكندريه والقاهره. اسكندريه والقاهره. اسكندريه والقاهره. لا مش كتير. كتير كمان. لا مش 40، لانه بس في رعية سانتا فاطمة اللي في القاهرة ورعية اسكندرية المطرانية. امال مين حضرتك النائب هناك البطريركي او اللي بيمثل هناك في مصر؟ ولا ما فيش حضرتك، هي بس مجرد كلام؟ لا، في سيدنا، في المطران سيدنا عادل اللاتيني. عادل اللاتيني. طب في عادل زكي. في امكانية يا ابونا، ربي يباركك ويبارك تعب محبتك، لو ناخد رقمه عشان ناخد بركة ونتصل بيه لو تكرمت؟ سيدنا عادل ما عنديش تليفونه. هلا لازم اجيبه لك بعدين. ما بعدين مش مشكله، بس انا ملاحظ ان حضرتك لهجتك اتغيرت الان، اقرب من الاردن لمصر. الظاهر انت في الاردن من زمان. 5 سنين. بس ما شاء الله اللهجه بتاعتك بقيت اردني اكتر. طيب لو سمحت يعني من فضلك ابونا يوسف، يعني في الكتاب المقدس بيقول كونوا دائما مستعدين لان تردوا على من يطلب منكم دليل ما انتم عليه من الرجاء، يعني مستعدين للكرازه. انا عندي سؤال بسيط لو تكرمت، يا ريت ناخد بركه ونستفاد من حضرتك. يعني هل بولس هو المؤسس الحقيقي للعقيده المسيحيه؟ ما المسيح يكون فين هيك لو بولس مؤسس؟ بولس يعني المسيح هو المؤسس، مش المسيح ليس بولس. طيب دلوقتي ابونا يوسف، طب في حضرتك بعض النقاط الرئيسيه في العقيده المسيحيه، وناخد بركه ومين حضرتك؟ انا اسمي وسام عبد الله، وانا راجل بحث في المسيحيه
واللي شجعني لأتكلم ان الكتاب بيقول اكرز بالكلمة، اعكف على ذلك في وقت مناسب غير مناسب، ان يسوع بيقول فتشوا الكتب، ان يسوع بيقول ابحث عن الحق والحق، ان يسوع بيقول اكرزوا بالانجيل للخليقة كلها، ان يسوع بيقول من يمكن امام الناس انكروا امام ابي الذي في السماوات، ان يسوع بيقول استاذ امريكا استاذ وسام عبد الله، استاذ وسام انت فين في امريكا؟ انا في نيويورك حضرتك. طب الوقت يا فندم هل نقدر نقول هناك اربع نقاط رئيسية تتركز عليها المسيحية؟ اتفضل. في نيويورك ما في كهنة تحكي معهم؟ انا حضرتك نعم انا اتكلمت مع كهنة كتير في امريكا، مش شرط يعني، لكن حضرتك كهن ونستفاد منك يعني كما يقول الكتاب المقدس كونوا دائما مستعدين. بالنسبة حضرتك في اربع نقاط رئيسية، النقطة الاولى اللي هناك خطيئة اصلية، تمام حضرتك، الخطيئة خطيئة ابونا ادم، الخطيئة الجدية. هل حضرتك نسألك سؤال، هل بدون هذه الخطيئة الأصلية في داعي أو في سبب لموضوع التجسد والفداء؟ لا يعني الخطيئة الأصلية لا. هي سبب موضوع التجسد والفداء، تمام كده حضرتك. طب النقطة الثانية يا فندم، أن عقوبة هذه الخطيئة هي الموت، أجرة الخطيئة موت، صح حضرتك؟ تمام. الثلاثة يا فندم، مكتوب ليس بار ولا أحد، إذن الحل إن الرب نفسه يتجسد، الرب البار، ويقوم بهذه الكفارة، تمام حضرتك؟ طيب، لو حضرتك النقاط اللي إحنا اللي أنا قلتها ديت هي دي المسيحية، هناك خطيئة أصلية، عقوبة هذه الخطيئة هي الموت، مفيش إنسان بار كما يقول الرسول بولس، إذن الحل البار نفسه والله يقوم بموضوع التجسد والفداء، وأنت حضرتك تفضلت قلت بدون خطيئة أصلية لا داعي للتجسد والفداء، يعني بكل تفضل حضرتك. ربنا يقدر كان يقدر يعني يعمل كل شيء اكيد يعني. تفضل سامعك. او ربنا يقدر يعمل كل شيء اكيد. تفضل. لما المسيح اتجسد نعم العلاقه اللي كانت ما بين الانسان والله انقطعت بمعنى وحصل شرخ. نعم تفضل ايوه. عشان كده المسيح اتجسد. ممتاز. العلاقه دي من جديد ثاني. ممتاز. بسبب الخطيئة الاصلية. كلام جميل جدا اذا حضرتك الاساس بيرجع لموضوع الخطيئة الاصلية. السؤال اللي حضرتك دلوقتي يا فندم، من الذي عندك 27 سفر في العهد الجديد؟ 27 سفر، من الذي تكلم عن الخطيئة الأصلية في 27 سفر؟ بولس فقط يا فندم. على سبيل المثال الرسالة الأولى كورنثوس 15:22، لأنه كما في آدم يموت الجميع هكذا في المسيح سيحيا الجميع. إذا الوحيد الذي تكلم عن الخطيئة الأصلية هو بولس فقط. لو حضرتك عن كلمة آدم الكتاب المقدس في العهد الجديد في الأربع أناجيل لن تجد في مرة واحدة من إنجيل لوقا الإصحاح 3 العدد 38 آدم ابن الله. إذا كان يسوع مخصوص جاي عشان الخطية الأصلية، السؤال لماذا لم يتكلم على آدم ولم يتكلم خطية آدم؟ بالعكس يسوع بيقول في إنجيل لوقا لابد أن أبشر المدن الأخرى لأني لهذا قد أرسلت. سببه المسيح كمان بيناقض موضوع الخطيئة الأصلية، إنجيل يوحنا 15:22، لو لم أكن قد جئت وكلمتهم لم تكن لهم خطيئة. يقول يسوع في إنجيل متى 19:13-14 حينئذ قدم إليه أولاد لكي يضع يديه عليهم ويصلي، فانتهرهم التلاميذ إما يسوع فقال دعوا الأولاد يأتون إلي ولا تمنعهم لان لمثل هؤلاء ملكوت السماوات. كيف هذا الطفل انت بتؤمن ان هو حامل خطيئه ادم ويسوع يقول مثل هذا الملكوت للاطفال مثل هؤلاء؟ المسيح كمان بيؤكد هذا الكلام ويقول انجيل متى 9:12-13، فلما سمع يسوع قال لهم لا يحتاج الاصحاء الى طبيب بل المرضى، فذهبوا وتعلموا ما هو إني أريد رحمة لا ذبيحة. والعقيدة كلها قائمة على الذبيحة لا ذبيحة، لأني لم آتي لأدعو أبرار بل خطاء للتوبة. أنت حضرتك بتؤمن إن البر الوحيد عن طريق صلب يسوع، كيف تبرر هؤلاء الناس بدون صلب يسوع؟ كيف تم تبريرهم بدون الصلب؟ يسوع بيقول فيه أبرار، هو مش جاي للأبرار، هو جاي للخطاة، وبيدي مثل الدكتور اللي بيحتاجه مش الإنسان الصحيح اللي عنده صحة جيدة، المريض هو برضه جاي للمريض الخاطي، إنما البار مش جاي له، هو مش جاي للأبرار. كيف تبرر هؤلاء الناس إذا كان هناك خطيئة أصلية؟ مفيش خطيئة أصلية. يسوع كمان بيقول إني أريد رحمة لا ذبيحة، هو بيقتبس من العهد القديم هوشع 6:6 يقول
انهوش اني اريد رحمه للذبيحه. اذا موضوع الذبيحه هو الحل الوحيد ان الرب تجسد. هذا كلام بولس، هذا ليس كلام المسيح. النقطه الثانيه حضرتك عقوبه الخطيه الموت، من الذي قال هذا؟ بولس. فين الكلام ده؟ رمية 6:23، لان اجره الخطيه الموت. بولس، بولس لم يذكر هذا الكلام الا بولس. ثلاثة، بولس يقول بيقول مكتوب ليس بار ولا احد، رمية 3:10، ليس بار ولا احد. هذا الكلام يناقض كلام المسيح ويناقض كلام بولس نفسه ويناقض كلام التلاميذ ويناقض كلام الرب في العهد القديم. مثلا يقول لوقا الاصحاح الاول 5:6، يقول الرب على زكريا وليصبات وكان كلاهما برين امام الله. ألم يقرأ بولس هذا الكلام؟ مكتوب ليس بار ولا أحد، كلمة مكتوب يعني مكتوب في الكتاب المقدس وخاصة في العهد القديم. كيف؟ كيف مكتوب ليس بار ولا أحد؟ أنت حضرتك بتؤمن أن بولس هو كاتب رسالة العبرانيين. اسمه بيقول إيه؟ هو المفروض يقول في العبرانيين 11:4، بالإيمان قدم هابيل لله ذبيحة أفضل من قابيل فيها شاهد له أنه بار. بار؟ قال لا، مش لسه بقول مكتوب ليس بار ولا أحد؟ نفس الكلام بيناقض، بيناقض التكوين 6:9، هذه مواليد نوح، كان نوح رجلا بارا كاملا. يناقض بولس، بيناقض نفسه. افسس 1:4، كما اخترنا فيه قبل تاسيس العالم نكون قديسين وبلا لوم، قديسين بلا لوم يعني بدون خطيه. بيناقض كمان بطرس، الرسول بطرس، بطرس 2:7، وانقذ لوط البار. بيناقض مرقس 6:20، يقول على يوحنا انه رجل بار. كلام كلام بولس، والكلام اللي بولس بيقوله بيناقض كلام المسيح وبيناقض كلام الرب في العهد القديم وبيناقض التلاميذ. يبقى اول حاجه الخطيه الاصليه كلام بولس، والمسيح نقض هذا الكلام. ثاني حاجه عقوبه الخطيه الموت، مع ان يسوع يقول ايه في موضوع عقوبه الخطيه الموت؟ متى 9:13. استاذ وسام، وسام اتفضل. نعم اتفضل. ممكن اسال سؤال؟ تحت امرك، اسال، اسال كما تريد. استاذ حضرتك لاي مذهب بتنتمي؟ نعم انا لا انتمي لاي مذهب حضرتك. انا حضرتك كما يقول يسوع فتشوا الكتب. انا راجل انجيلي، انا راجل ملتزم بالكتاب المقدس. هذا كلام كلام بولس. العقيده كلها، العقيده من تاليف بولس. اسمع اتفضل. اتفضل. هلا نعم يا فندم. انت هلا انجيلي بتفتش الكتب؟ نعم. اوكي كويس. إيه لو انا حكيت معاك الحوار في نتيجه للحوار معاك؟ يسوع يقول يسوع بيقول نعم، ابحث عن الحق والحق سوف يحررك. لوك فتروس قال طيب اسمع، لانه هيك بالتليفون ممكن يقول الصبح نحكي انا وانت. ايه المشكله حضرتك؟ انا بناخد بركه وبنسمع صوتك الطيب، ما في مشكله. انت زي العاده، بس انا عندي شغل، هي المشكله يعني. طب يا فندم انت عندك شغل. اولا انا خليني اقول شيء. اولا خد ابونا مربط معاك. ابونا مين يا فندم؟ الو الو الو، مساء الخير. مساء النور، اهلا وسهلا. ناخد بركه. اسم حضرتك يا فندم؟ انا ابونا مرقس. سيادتك مرقس مين يا فندم؟ مرقس سلام يا فندم. مرقس اهلا وسهلا، الرب يباركك ويبارك تعب محبتك. لينا الشرف نتكلم مع حضرتك. معاك الاستاذ وسام عبد الله من امريكا يا فندم. اولا انا ملاحظ ان انتوا في قمه الادب والاخلاق. انا اتكلمت الان مع ابونا يوسف، راجل في قمه الادب والاخلاق، واعتقد واعتقد حضرتك هتكون زيه وافضل منه. هو الموضوع الحمد لله ونعمه بالله. الموضوع حضرتك بالكلمه اعقف على ذلك في وقت مناسب وغير مناسب. الكتاب بيقول كونوا دائما مستعدين لان تردوا على من يطلب منكم دليل ما انتم عليه من رجاء. فانا بعمل كده. يسوع بيقول فتشوا الكتب، انا بعمل كده. يسوع بيقول ابحث عن الحق والحق سوف يحرك، انا بعمل كده. يسوع بيقول من ينكرني امام الناس انكره امام ابا الذي في السماوات. بولس بيقول ان كنا ننكره فسوف ينكرنا. يسوع يقول من يستحي بي وبكلامي في هذا الجيل الفاسق الخاطئ فان ابن الانسان يستحي بي متى جاء بمجد ابيه. الشاهد من هذا الكلام يا الشاهد من هذا الكلام الشاهد من هذا الكلام يا فندم، انا السؤال بتاعي كنت بساله اولا ابونا اوجو في الاول، وبعدين بعد كده ابونا يوسف. السؤال اللي انا بساله حضرتك، هل متاسف، هل العقيده المسيحيه من المؤسس الحقيقي لهذه العقيده هو الرسول بولس؟ هل هو المؤسس الحقيقي للعقيده المسيحيه؟ لا طبعا.
المؤسس الحقيقي لكل العقيدة المسيحية هو شخص المسيح. هو شخص المسيح، ممتاز يا فندم. طب يا فندم لو قلنا ان العقيدة كلها مبنية على شيء مهم جدا اسمه الخطية الأصلية او خطية ابونا ادم، هل الكلام ده غلط ولا صح؟ لا طبعا، الخطية الأصلية مش المبنية، مش كل الكلام ده مش مبني على الخطية. امال طيب، طب ايه حضرتك ما هو؟ لا، مبني على محبة الله للإنسان. ممتاز، كلام جميل جدا. السؤال ماشي، كل ده مبني على على محبة الله للإنسان. الخطية دي عملها الإنسان، لكن الله هو اللي بيحب الإنسان. الله بيحب، الله عمل كل ده علشان الإنسان. جميل جدا. انت حضرتك هكذا أحب الله العالم حتى انه بذل ابنه الحبيب. جميل، لم نكن نحن احببناه بل هو احبنا. ابن الوحيد قصدك مش الحبيب. انت حضرتك تقصد حضرتك ان بسبب خطيئة ادم فسدت العلاقة ما بين الله والناس، فبسبب محبة الله للناس الله تجسد. الله اراد يعيد الخليقة زي ما كانت. ما هو نفس الكلام اللي انا بقوله حضرتك، احسنت. طب اذا كان هناك ليس هناك خطيئة، يبقى ليه الرب يتجسد ويفدينا ليه؟ هيفدينا ايه حضرتك وتجسد ليه؟ اتفضل، هو لماذا تجسد؟ طبعا لازم يفدينا. بالظبط، يفدينا من ايه؟ من خطيئة ادم، لان الخطيئة، لان العلاقة فسدت بين الله والبشر. كان الحل الوحيد ان الله يبذل نفسه او يبذل ابنه الوحيد ويجي بصورة انسان ويتجسد ويدينا على الصليب. جميل جدا جدا، كلام مظبوط، كلام مظبوط، احسنت. حضرتك عندك 27 صفر، ما الذي تكلم عن الخطيئة الاصلية في 27 صفر؟ انت بتعمل مسابقة ولا بتعمل ايه بالظبط؟ لا يا فندم، انا ما بعمل مسابقة، انا بثبت حضرتك بالدليل والبرهان اللي كلامه صح. انت حضرتك بتقول العقيدة، انا عاوز افهم ايه كلامك الصح، انا عاوز افهم كلامك الصح، عاوز ايه كلامك الصح؟ كلام الصح يا فندم ان العقيدة اساسا مبنية على اربع نقاط رئيسية. النقطة الاولى في خطيئة اصلية، النقطة الثانية ان عقوبة الخطيئة هي الموت، النقطة الثالثة ان مكتوب ليس بار ولا احد. فكان الحل الوحيد زي ما حضرتك تفضلت ان الله البار بنفسه يتجسد ويجي بصورة انسان ويموت على الصليب فداء لنا. هل الكلام غلط ولا صح؟ ماشي، كلام ممتاز. لا كلامك صح 200%. ماشي، انا مقتنع بالكلام اللي بتقوله. ما خلاص كده، السؤال بقى لحضرتك، عندك 27 صفر يا فندم، من الذي تكلم عن الخطيئة الأصلية في 27 صفر؟ أنت بتعمل الامتحان ولا عاوز يجي؟ يا فندم أنا والله يشهد لك امتحان، يشهد رب، لكن اللي أنا أقوله لك يا فندم لم يتكلم عن خطيئة آدم إلا بولس. أديك مثال على ذلك، روميا. طب ما أنا فاهم مفيش غير القديس بولس في رسالته إلى أهل روميا. لا لا مش روميا بس، رسالته لأهل روميا، رسالته إلى كورنثوس، ورسالته إلى غلطية. الوحيد الذي تكلم عن الخطيئة الأصلية هو بولس، كما يقول لأنه كما في آدم يموت الجميع هكذا في المسيح سيحيا الجميع. رسالة إلى كورنثوس 15 اثنين. حضرتك هل عقوبة الخطيئة الموت، من الذي قال ذلك؟ بولس. رسالة روميا 6:23 لأن أجرة الخطيئة الموت. من الذي قال مكتوب ليس بار ولا احد؟ بولس. روميا 3:10 كما هو مكتوب انه ليس بار ولا احد. طيب الحل هو التجسد، من الذي قال ذلك؟ بولس. رسالة اولى كورنثوس 2:7-8 بل نتكلم بحكمة الله في سر، الحكمة المكتوبة التي سبق في عينها قبل الدور لمجدنا التي لم يعلمها احد من عظماء الدار، لان لو عرفوا لما صلبوا رب المجد. اذا العقيدة كلها من كلام بولس حضرتك بالدليل والبرهان، ولذلك قلت لحضرتك جيب لي ما يدل على شخص اخر تكلم عن الخطيئة الاصلية او عقوبة الموت او مكتوب ليس برا، كله كلام بولس. بالعكس، لو سمحت اتفضل. لو سمحت اتفضل، انا عاوز اسألك سؤال. اتفضل. بولس ده كان بيكتب عقيدة مين؟ عقيدة بولس مش عقيدة حد تاني، عقيدة هو. ماشي، لو عقيدته هو يفضل انسان زي ما هو ويفضل زي ما هو انسان، وعقيدته هتفضل دايما في الارض، لكن هو بيتكلم عن الله وبيتكلم عن عقيدة الله اللي عملها للانسان، هو بيوضح بيشرح. بس بولس الى مجرد شارح. يا فندم انا ما عنديش اي مشكلة، الكلام اللي بيقوله بولس ما حد لم يقوله الا بولس فقط. اذا كان هذا كلام ماشي، هو شارح لعقيدة الله، لعقيدة المسيح. أيوة. قال المسيح هو بيشرحه. المسيح لم يقول، تفهم ده كويس. ممتاز، كلام جميل جدا. المسيح لم يقول هذا الكلام، المسيح بيناقض بولس. بولس يقول على الخطيئة الأصلية، ماذا يقول المسيح؟ إنجيل متى 19:13-14 حينئذ إن لم تتوبوا عن خطاياكم لم تدخلوا ملكوت السماوات. مين الخطايا اللي هتعدكم؟ خطاياكم. توبوا قد اقترب منكم ملكوت الله. التوبة للخطيئة إيه؟ خطاياكم مش خطيئة آدم. اللي قال الكلام ده يا فندم ريلاكس، أنت بتتكلم عن بولس. بولس مش نبي يا عمو، بولس مش نبي. أنا إلا ما جوا مجرد عبد ورسول. يا سعد إذا كنت تفهم افهم، ما تفهمش ما تفهمش.
لا انا عاوز نفسه اتكلم. انا عاوزك تهدى شويه بس، اهدى شويه. يسوع يقول خطاياكم وليس الخطيه الاصليه. يسوع يتكلم على خطاياكم، كلنا خطائين نعم، لا يتكلم عن خطيه ادم. عندك اربع اناجيل اذكر فيها نص تكلم يسوع عن الخطيه الاصليه وخطيه ادم، فين؟ ما عندكش نص حضرتك. هو بيتكلم عن خطايانا، نعم صادق يسوع لازم نتوب عن خطايانا، لكن الخطيه الاصليه لم يتكلم عليها الا بولس. كمان المسيح يقول في انجيل متى 19 13 14، حينئذ قدم اليه اولاد لكي يضع يداه عليهم ويصلي، فانتهرهم التلاميذ اما يسوع فقال دعوا الاولاد ياتون الي ولا تمنعهم لاني مثل هؤلاء ملكوت السماوات. السؤال لحضرتك، كيف يكون الطفل حامل خطيه ادم والمسيح يقول لمثل هؤلاء ملكوت السماوات؟ اثنين، المسيح بيفند الخطيئه ويقول انجيل يوحنا 15 22، لو لم اكن قد جئت وكلمتهم لم تكن لهم خطيه. اين الخطيه الاصليه؟ لو لم اكن قد جئت وكلمتهم لم تكن لهم خطيه، لم تكن لهم خطيه. المسيح يقول في انجيل متى 9 13، فاذهبوا وتعلموا ما هو اني اريد رحمه لا ذبيحه، لاني لم اتي لادعو ابرار بل خطاة الى التوبه. السؤال لحضرتك يا فندم، المسيح بيقول رحمه لا ذبيحه، وانتوا بتقولوا يسوع هو الخروف الذي تم ذبحه على الصليب، وانتوا بتقولوا ليس هناك خلاص الا عن طريق التجسس والفداء. السؤال لحضرتك، كيف تبرر هؤلاء الناس بدون تجسد وصلب يسوع؟ كيف؟ يسوع يقول اني لم اتي لادعو ابرار بل خطاة الى التوبة. هؤلاء الابرار كيف برروا بدون صلب يسوع؟ نص واضح يا عم، وهو بيتكلم عن نفسه متأكدا من رسالته، هو عارف اللي هيمحي الخطية الاصلية، فبيتكلم عن الخطية الاصلية اللي محنا حالك يا هو مش محتاج ان يتكلم عن ده. اذا كان هو مش محتاج، لماذا بولس الوحيد الذي يتكلم عنها؟ وبعدين حضرتك ارجو يكون في ادب في الحوار، انا بكلمك بمنتهى الادب، بلاش كلمه عم كده. انت حضرتك بتقول الخطيه الاصليه، من اعطني المسيح او اي تلميذ اخر تكلم الخطيه الاصليه؟ اسمع كلامك، انا مش فضيلك، انت مش عاوز تسمع وما عندكش دم خالص. انا ما عنديش دم، مش عاوز تتعلم. طب يا سعاده الفاضل المحترم، انا بقول لك اللي انت بتعمله دلوقتي بيناقض كلام المسيح. انت بتقول لي انت ما عندكش دم لان انت عاجز عن الرد. ماذا يقول يسوع؟ احبوا اعدائكم، باركوا لاعنيكم، احسنوا لمبغضيكم، وصلوا لاجل الذين يسيئون اليكم. اما انا فاقول لا تقاوموا الشر، من لطمك على خدك الايمن فحول له الاخر، ومن اراد ان يخصمك وياخذ ثوبك فاترك له الرداء. انا افضل منك مع انك انت راجل كاهن، لان انا بسمع كلام يسوع وانت ما بتسمع كلام يسوع وبتسب وتشتم. شفت شوف الفرق؟ شفت حضرتك الفرق؟ ماشي يا عم، ماشي يا عم، علشان انت مش عاوز تخلص. سمحت، انت بتعاوز تتكلم مش عاوز تسمع يا حضره الفاضل، عندك مش عاوز تسمع يا حضره الفاضل. انت جيب لي دليل من كلام يسوع، انت كل اللي بتعمله وتجيب كلام بعض. اما اجيب لك دليل عن كلام يسوع من خطيه الاصليه هو يمحيها؟ هو ما اتكلمش. ايوه فين ان هو يمحيها على الصليب؟ هيمحيها ازاي ده كان هو ما اتكلمش عليها حضرتك؟ هو هيموت على الصليب من اجل الخطيه. ايوه بيشرح الموضوع، لان بيشرح الناس اللي مش فاهمه. يا حضره ليه يسوع مات على الصليب؟ لكن يسوع مش هيشرح ليه يا حضره. يسوع نفذ عملي. طيب شوف حضرتك ماذا يقول بولس عشان تتاكد ان ده عقيده بولس. بولس يقول عشان تتاكد ان الكلام ده كلام بولس مش كلام المسيح، يقول بولس في رسالته الى الاولى الى كورنثوس 3 10، حسب نعمه الله المعطاه لي كبناء حكيم قد وضعت اساسا، قد وضعت اساسا. العقيده هو اللي وضعها، واخر يبني عليه، ولكن فلينظر كل واحد كيف يبني عليه. تاني بولس بيقول الرسالة الاولى كورنثوس 3 10، حسب نعمة الله المعطاة لكي كبناء حكيم وقد وضعت اساسا، العقيدة اللي وضعها، واخر يبني عليه، ولكن فلينظر كل واحد كيف يبني عليه. الرجل بيقر واعترف، وانا بأؤمن بالمسيح. شكرا لي، خليك في حالك لانك انت كده مش كويس. انا بالنسبة لي لا اتكلم مع غير مؤمن، ماشي؟ انا ما اقدرش اتكلم مع غير مؤمن. انا مؤمن بالمسيح مش مؤمن ببولس. الكلام كله كلام بولس، خليك مع بولس. الكلام كله كلام بولس، انت لم تثبت الكلام المسيح. كل اللي حضرتك قلته كلام بولس. على خير لو سمحت، اصبر على خير يا حضره الفاضل، انت لم تثبت. قفل التليفون. الله اكبر ولله الحمد. كان معانا لواء ثلاثه مش واحد، ثلاثه كهنه
من اللاتين، اللاتين الكاثوليك في الاردن، منهم واحد اردني واثنين لاتين كاثوليك مصريين في الاردن، ثلاثة مش واحد. اولا ثواني، كان معانا الاب اوبو من كنيسة سيدة الزيارة عنجرة، عنجرة ولا عنجرة، عنجرة اعتقد الاردن، خلاص نقول سيدة الزيارة الاردن لان الكلمة مش واضحة، عنجرة اعتقد كلمة مش عنجرة، الاب اوجو من كنيسة سيدة الزيارة عنجرة الاردن، الاب اوجو لاتين كاثوليك، لاتين كاثوليك. ثم بعد ذلك اعطى المايك، اعطى المايك للاب يوسف عطنسيس، هذا لاتين كاثوليك مصري في نفس الكنيسة في الاردن. ثم بعد ذلك اعطى التليفون للاب مرقس السلامة لاتين كاثوليك مصري في نفس الكنيسة في الاردن، كنيسة سيدة الزيارة عالجرة الاردن لاتين كاثوليك. العيب مش في الطوائف، العيب في العقيدة. ثلاثة، ثلاثة تدولوا على التليفون، ثلاثة، ثلاثة، ثلاثة تدولوا على التليفون، لاتين كاثوليك باسم اوجو ويوسف عطا فرنسيس ومرق السلامة كاهن واحد امين. مع تحيات اخوانكم في غرفة الحوار الاسلامي المسيحي عبر البالتوك. مسلم كريستيان دايلوغ. الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، الله أكبر، كبير، كل قدر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الحمد لله ربي يهتف باسمك قلبي، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله ربي يهتف باسمك قلبي، الحمد لله، الحمد لله، حمدا إلهي وشكرا أنت يا معبود يا من جل قدرا، جل قدرا، لك الحمد طوعا لك الحمد فرضا وثيقا عميقا سماء وأرضا.